الكورتيزون، ذلك الدواء العجيب، ماذا تعرف عنه؟ الكورتيزون، التأثيرات، التدخلات، والمخاطر. ما هو الكورتيزون؟ الكورتيزون هو ستيرويد يمنع تحلل المواد التي تسبب الالتهاب في الجسم، ويستخدم لعلاج العديد من الحالات مثل الحساسية، الاضطرابات الجلدية، التهاب القولون التقرحي، التهاب المفاصل، الذئبة الحمامية، الصدفية، اضطرابات التنفس، بالإضافة إلى أغراض أخرى. ما هي أهم المعلومات التي يجب أن نعرفها عن الكورتيزون والأمور التي يجب مناقشتها مع طبيبك قبل بدء العلاج؟ لا تستخدم الكورتيزون إذا كنت تعاني من حساسية ضد هذه المادة، أو إذا كنت مصابا بعدوى فطرية في أي عضو من جسمك. يجب عليك استشارة الطبيب وإخباره عن كل الحالات المرضية التي تعاني منها والأدوية التي تتناولها قبل البدء بالعلاج بالكورتيزون، لأن العديد من الأمراض تتأثر بإعطاء الستيرويدات، والعديد من الأدوية الأخرى التي تتناولها قد تتداخل معها. قد تتفاوت حاجتك من جرعة الكورتيزون في الحالات الجراحية، التعب، الضغط النفسي، وحالات الحمى والالتهاب، لكن تغيير الجرعة وطريقة الإعطاء يتم فقط باستشارة الطبيب. يجب إعلام طبيبك عن أي حالة مرضية أو أي التهاب أصبت به خلال الفترة السابقة للعلاج، كما يجب تناول الكورتيزون وفقا لتعليمات طبيبك بدون زيادة أو نقصان عن الجرعة الموصوفة. ابق بعيدا عن الأشخاص المصابين بعدوى التهابية أثناء خضوعك للعلاج بالكورتيزون، ويجب إعلام الطبيب في حال الإصابة بالجدري أو الحصبة. هذه الحالات خطيرة وقد تكون مميتة بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون الستيرويدات. قد يتداخل الكورتيزون مع بعض التحاليل المخبرية مسببا نتائجا كاذبة، لذلك عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناوله واضطررت لعمل تحليل مخبري ما. لا تأخذ أي لقاح حي خلال فترة العلاج بالكورتيزون، لأن اللقاح قد لا يعمل بشكل فعال خلال هذه الفترة، وقد لا يقوم بحماية جسمك من المرض بشكل كامل. اللقاحات الحية تشمل الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، لقاح السل، شلل الأطفال، الجدري، التيفوئيد، لقاح الأنفلونزا، لقاح H1N1، جدري الماء. لا تتوقف عن تناول الكورتيزون فجأة، وإلا فقد تعاني من أعراض انسحابية مزعجة. استشر طبيبك حول كيفية تجنب هذه الأعراض عند توقف تناول الكورتيزون. حاول أن تحمل بطاقة أو سوار يشير إلى أنك تعالج بالكورتيزون لإعلام المسعف أو المعالج بهذا الأمر في أي حالة إسعافية. تجنب تناول الكحول أثناء فترة العلاج بالكورتيزون. للتأكد من سلامة العلاج بالكورتيزون، عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من إحدى الحالات المرضية التالية: أمراض الكبد مثل التشمع الكبدي، أمراض الكلية، أمراض الدرق، داء السكري، الإصابة السابقة بالملاريا، السل، هشاشة العظام، أمراض العضلات، الساد أو ارتفاع ضغط العين، إصابة العين بفيروز الحلق، القرحة المعدية، التهاب القولون التقرحي، التهاب الرج، الاكتئاب أو أحد الأمراض العقلية، فشل القلب الاحتقاني، ارتفاع ضغط الدم. قد يؤذي الكورتيزون الأجنة، عليك إبلاغ طبيبك عن الحمل أو إذا كنت تخططين للحمل أثناء فترة العلاج بالكورتيزون.
كما أنه يعبر إلى حليب الثدي وقد يؤذي الرضيع، لذا تجنبي إرضاع طفلك أثناء تناوله. قد يؤثر الكورتيزون أيضا على النمو عند الأطفال. أبلغي الطبيب إذا لاحظت أن معدل نمو طفلك غير طبيعي أثناء فترة معالجته بالكورتيزون. ماذا يحدث إذا نسيت تناول جرعة الكورتيزون؟ تناول الجرعة التي نسيتها مباشرة حين تتذكر ذلك. وفي حال تذكرت الجرعة التي نسيتها في وقت قريب للجرعة التالية عليك إهمالها. يجب ألا تتناول جرعة زائدة لتعويض عن الجرعة التي نسيت تناولها. ماذا يحدث إذا تجاوزت الجرعة الموصوفة؟ إن تناول جرعة زائدة من الكورتيزون لا يعتبر مهددا للحياة، لكن تناول جرعات مرتفعة من الستيرويدات لفترة طويلة قد يسبب أعراض مختلفة على البشرة، حيث يصبح الجلد رقيقا وسهل الرد. تغيرات في الشكل وتوضع الدسم في الجسم، بخاصة في الوجه، الرقبة، الظهر، الخصر، ازدياد ظهور حب الشباب والشعر في الوجه، اضطرابات في الدورة الشهرية، العانة أو نقصان الرغبة الجنسية. ما هي التأثيرات الجانبية للكورتيزون؟ يجب أن تتلقى معالجة إسعافية في حالات التحسس من الكورتيزون. تشمل أعراض التحسس صعوبة في التنفس، تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحنجرة. تشمل التأثيرات الجانبية الخطيرة اضطراب في الرؤية، تورم، ازدياد السريع للوزن، شعور بقصر النفس، اكتئاب، تغيرات في التفكير والسلوك، نوبات تشنجية، براز مدمى، سعال مدمى، التهاب البنكرياس، ألم في القسم الأعلى من المعدة يمتد إلى الظهر، غثيان وإقياء، تسارع ضربات القلب، انخفاض تركيز البوتاسيوم، تخليط، اضطراب ضربات القلب، عطش شديد، زيادة في عدد مرات التبول، شعور بعدم الارتياح في الساقين، ضعف وارتخاء في العضلات، ارتفاع خطير في ضغط الدم، صداع شديد، رؤية ضبابية، طنين في الأذنين، قلق، تشوش، ألم صدري، قصور تنفسي، اضطراب في ضربات القلب، نوبات تشنجية. أما التأثيرات الجانبية الأقل خطورة فتشمل مشاكل في النوم، أرق، تغيرات في المزاج، يزداد ظهور الشباب، تصبح البشرة رقيقة، تظهر عليها رضوض ومناطق خلل في التصبغ، تأخر شفاء الجروح، صداع، دوار، غثيان، ألم وانتفاخ في المعدة، تغير في شكل توزيع الدسم في الجسم، في الذراعين، الساقين، الوجه، الرقبة، الصدر والخصر. التأثيرات الجانبية التي تترافق مع العلاج طويل الأمد بالكورتيزون: خسارة العظم، السد، ضعف العضلات، ألم في الظهر، الفطور الفموية، المبيضات، ظهور كدمات على الجلد، عسر الهضم. ما هي الأدوية التي تتداخل مع الكورتيزون؟ الأسبرين حين يتم تناوله بشكل يومي أو بجرعات مرتفعة، المدرات، مضادات تخثر الدم مثل الوارفارين، سيكلوسبورين، الأنسولين وخافضات السكر الفموية، كيتوكوكونازول، ريفامبين، مضادات الاختلاج، الفينوتوئين، الفينوباربيتال، بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى التي تباع دون وصفة طبية كالفيتامينات وبعض المستحضرات العشبية. يجب ألا يبدأ المريض بتناول أي دواء دون علم الطبيب، وعليه أيضا أن يعلم أي مسعف أو طبيب معالج بقائمة الأدوية التي يتناولها. التأثيرات الجانبية التي يجب أن يهتم بها الأطباء:
التأثيرات القلبية الوعائية تشمل تمزق العضلة القلبية التالي لاحتشاء العضلة القلبية، احتباس السوائل، احتباس الصوديوم، فشل القلب الاحتقاني، فقدان البوتاسيوم، قلاء ناقص البوتاسيوم، ارتفاع في ضغط الدم. التأثيرات الهضمية تشمل القرحة الهضمية الثاقبة أو النازفة، انتقاب الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، التهاب البنكرياس، انتفاخ البطن، غثيان، ازدياد الشهية، التهاب المري. التأثيرات العضلية والعظمية تشمل ضعف العضلات، اعتلال عضلي، فقد في الكتلة العضلية، ترقق العظام، قصور في الفقرات، نخر خلوي في عظم الفخذ، قصور في العظام الطولية، تمزق في الأوتار. التأثيرات النفسية تشمل الانتشاء، الأرق، تبدلات المزاج، تغيرات في الشخصية، اكتئاب شديد. التغيرات العصبية تشمل تشنجات، دوار، صداع، ارتفاع الضغط داخل الجمجمة مع وذمة حليمية، ألم عضلي، ألم في المفاصل، توعك، اضطرابات نفسية. التأثيرات على الغدد الصماء تشمل أعراض متلازمة كوشينج، تثبيط النمو عند الأطفال، قصور ثانوي في استجابة الغدة الكظرية والنخامية. التأثيرات على العين ارتفاع ضغط العين، السد، الزرق، الجحوظ. التأثيرات الدموية انصمام خثاري. التأثيرات البولية التناسلية ازدياد أو نقص في حركة وتعداد النظاف عند الرجال، اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء. التأثيرات البولية التناسلية زياد أو نقص في حركة وتعداد النظاف عند الرجال، اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء. الكورتيزون والحمل تم تصنيف الكورتيزون بين الأدوية من الصف C بالنسبة للمرأة الحامل ومن الصف D إذا استخدم في الثلث الأول من الحمل. يمكنك استخدامه أثناء الحمل في حال عدم توافر البديل أو كانت فوائد استخدامه أكبر من الأضرار التي قد يسببها لك. الكورتيزون والإرضاع لا توجد معلومات حول إفراز الكورتيزون في الحليب عند المرأة المرضع. بعض الستيرويدات القشرية تطرح في الحليب بكميات ضئيلة، لذلك بناء على التأثيرات الجانبية التي قد يحدثها عند الوليد يجب اتخاذ القرار بإيقاف تناول الدواء أو إيقاف الإرضاع، وذلك بحسب أهمية إعطاء الدواء للأم. التداخلات الدوائية إذا كنت تتعالج بالكورتيزون، أبلغي الطبيب المعالج في حال كنت تتناول أي نوع من الأدوية، الفيتامينات، الأدوية العشبية، لأن تسبب بعض التداخلات الخطيرة. إليكم بعض أنواع الأدوية التي تتداخل مع الكورتيزون. أميودارون قد يزداد خطر إصابتك باضطراب في نظم القلب، لذلك يجب تنظيم مستوى الكحال، المغنيسيوم والبوتاسيوم، وإبلاغ طبيبك في حال الإصابة بالدوار، الإغماء، خفة الرأس، تسارع ضربات القلب، وفي حال ظهور أعراض اضطراب الشوارد مثل الضعف، التعب، التخليط، النعاس، الألم العضلي، والتشنجات، الدوار، الغثيان، والإقياء. أملودبين قد ينقص الكورتيزون من فعالية الأملودبين في خفض ضغط الدم. تظهر التداخلات في حال تناول الكورتيزون لأكثر من أسبوع، لأن الاستعمال طويل الأمد للكورتيزون قد يسبب احتباس السوائل. أبلغ طبيبك في حال ازدياد وزنك بشكل مفاجئ، ظهور وذمة أو تورم في الكاحل أو اليدين أو القدمين. في هذه الحالة يجب تعديل الجرعات المعولة من قبل الطبيب. بنازيبريل، كابتوبريل، إنالابريل قد ينقص الكورتيزون من فعالية هذه الأدوية في خفض ضغط الدم.
تظهر التداخلات في حال تناول الكورتيزون لأكثر من أسبوع، لأن الاستعمال طويل الأمد للكورتيزون قد يسبب احتباسا للسوائل. أبلغ طبيبك في حال ازدياد الوزن المفاجئ، ظهور وذمة أو تورم في الكاحل أو اليدين أو القدمين. يجب تعديل الجرعات المتناولة من قبل الطبيب. تروفلاكسيسين ماكس فلاكسيسين. قد يزداد خطر الإصابة بالتهاب أو تمزق الوتر الذي يصيب المرضى الذين تجاوزوا 60 عاماً أو الذين أجريت لهم عمليات زرع كلية أو رئة. توقف عن تناول هذه الأدوية وأبلغ الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض التالية: ألم، تورم، التهاب في أذن. تجنب إجهاد أي من هذه الأعضاء حتى الوصول إلى تعليمات جديدة عن الطبيب المعالج. إيبوبروفين. أبلغ الطبيب في حال ظهور نزوف غير اعتيادية، ألم بطني شديد، براز أسود اللون، دوار، خفة الرأس. يجب تناول هذا الدواء مع وجبات الطعام. أسبرين. في حال تناول الأسبرين مع الكورتيزون قد يصبح الأسبرين أقل فعالية، لذلك يجب تعديل الجرعات من قبل الطبيب. انتبه إلى تناول الأسبرين مع وجبات الطعام وإلى أي نزف هضمي غير اعتيادي قد يحصل، وأبلغ الطبيب مباشرة في حال ظهور أي من الأعراض التالية: براز مدمع وأسود اللون، ألم شديد في المعدة، سعال مدمع. ثيوفيلين. تناول الثيوفيلين مع الكورتيزون قد يسبب نقص بوتاسيوم الدم وارتفاع في مستوى الثيوفيلين. أبلغ الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض التالية: الضعف، الفتور، التخليط، الشعور بثقل في الساقين، الشعور بوخز في الأطراف. تشمل أعراض ارتفاع مستوى الثيوفيلين الغثيان والإقياء، الإسهال، الصداع، الأرق، اضطراب طربات القلب. يجب تعديل الجرعات المتناولة من قبل الطبيب في حال الحاجة إلى تناول الكورتيزون مع الثيوفيلين. إريثوميسين. قد يرفع الإريثوميسين من مستوى الكورتيزون، الأمر الذي قد يسبب ظهور بعض الأعراض الجانبية التي تشمل التورم، ازداد الوزن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع جلوكوز الدم، ضعف العضلات، الاكتئاب، ظهور حب الشباب، ثخانة الجلد، علامات تشقق الجلد، ظهور الكدمات، نقص في كثافة العظم، السد، اضطرابات في الدورة الشهرية، ازدياد في الوجه والجسم، تغير في توسيع الدسم في الجسم وخاصة في الوجه والرقبة والظهر والخصر، بالإضافة إلى أعراض أخرى تشمل تناقص قدرة الجسم على مقاومة العرض والالتهابية وزيادة خطر الإصابة. هذه الأعراض تظهر في حال العلاج الطويل للأمد من الستيرويدات. يمكن للطبيب أن يعطي المريض دواء آخر لا يتداخل مع الكورتيزون أو أن يعدل الجرعات المتناولة. أنسولين. قد يتداخل الكورتيزون مع جلوكوز الدم وينقص فعالية الأنسولين وخافضات السكر الأخرى. يجب مراقبة مستوى جلوكوز الدم بشكل دقيق. يمكن للطبيب أن يعدل الجرعة المتناولة من خافضات السكر أثناء فترة العلاج بالكورتيزون.